مبروك يا احمد، النهارده كسبت اول تيشيرت معانا في اول شهر. عايزين بقى تقول للناس انت عرفت الفانتسي ازاي وعرفت الدوري ناركوس ازاي؟ الاول بس بشكرك الاول يا صندي على الهديه الجميله ديت. وموضوع الفانتسي، انا بقالي تقريبا 3 او 4 سنين بلعب فانتسي، بشترك في جروبز عاديه بتاعت ناس عاديه، بس ما كانش فيه موضوع جوائز في بالي او كده. فانا شفت موضوع الجوائز ديت عندك على البيج عندك، فدخلت عادي زي الناس، لان انا شايف ان في 3000 او 4000 حد موجود ومش في دماغي. انا بلعبها لان انا كده كده بتابع الدوري الانجليزي وكده، وبختار اللعيبه حتى مش على تالقها في الماتشات وبتاع، على الاهداف بتاعتها اللي بتجيبها، لا بختارها عشان انا شايفها ان هي اللعيبه المناسبه او اللعيبه اللي بتلعب بطريقه انا بتعجبني، فبختار بالطريقه ديت. انت جايب سكور وهو اكبر يعني. فانا حظي ان اول 3 جولات ان انا اللعيبه اللي انا كنت مختارها كلها تالقت. في تغييرات، انا ما عملتش تغييرات بالماينس خالص، لان انا جربت 3 سنين قبل كده اي تغييرات بعملها بالماينس ما بتنفعنيش، بالعكس بتضرني اكتر. يعني لو انا مثلا موضوع سالب 4 دوت، لو اللعيب جاب لي حتى جول خلاص انا ما استفدتش الا نقطه، فكاني ولا عملت التبديل. النصايح يا جماعه، فالنصايح بجد ان ما حدش يعمل تبديل بالسالب، اللعيب تصبر عليه. مش موضوع ان اللعيب تالق في جوله ده معناه ان الجوله الجايه ان هو جاب هاتريك، فالجوله اللي بعديها هيجيب هاتريك، لا بالعكس. انت اللعيب شايفه ان هو في الملعب فعلا بيعمل حاجات انت شايفها مفيده للفانتزي، بغض النظر عن انه مفيد في الملعب لفريقه. ان طريقه الفانتزي ان اللعيب يبقى يكون قريب من الجون، او لعيب مدافع بيقدر يجيب كلين احسن. بص انا فريقه قوي، انا كنت توقعت ان انت هتطلب تيشرت عالمي زي ما انا قلت في البتاع، بس انت طلبت تيشرت يعني انا ما اقدرش اطلب الا الزمالك يعني. انا عندي تيشرت زمالك، بس انا ما ينفعش اطلب الا الزمالك خلاص. عشان لو كسبت الاسبوع ان شاء الله الشهر الجاي نجيب لك التيشرت الازرق، ناخد بقى البديل. حبيبي انا مبسوط قوي اللي انا كنت معاك، والله العظيم فخور الدنيا. انا شرفت بيك يا باشا، وربنا يخليك ان شاء الله تكسب.